وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو خط الدفاع الأول لحمايتنا وحماية أولادنا، جهاز المناعة، إزاي نقويه ونحافظ عليه. برحب بضيفنا دكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة AMD. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا مدام دعاء. احنا الايام دي طبعا كلنا محتاجين جهاز المناعه، ويعني من ساعه الكورونا طبعا داخلين في سنتين اهو، كل الكلام والنصايح انه ازاي كل يوم ناخد الفيتامينات اللي تعلي مناعه الجسم عشان نقدر نحمي نفسنا من الكورونا او كل الامراض، يعني ربنا يعافينا ويشفي الجميع. مظبوط. عشان كده انا بعمل استرس مع حضرتك النهارده، او بعمل تركيز اكتر على ثلاث حاجات يمكن يكاد يكون مجهلين او مبهمين شويه بالنسبه لحاجات تانية كتير، بل ان هم من اهم الحاجات المهمه جدا للمناعه، اللي هم فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. ثلاثه الكومبوننتس او ثلاث مركبات دول مهمين جدا جدا لمناعتي. وكمان انا بحاول، موضوع مش موضوع مناعي بالدرجه الاولى بالنسبه لي، ولكن لازم ان انا برضو الحاجه اللي هاخدها استفاد منها بجانب المناعه حاجات كتير جدا. وانا بخص بالذكر في النقطه دي لمرضى القلب والضغط والسكر، او المرضى المزمنه، الامراض المزمنه زي مرضى الكلى وحساسيه الصدر والقلب والضغط والسكر. المجموعه دي بالذات هي اكتر حاجه محتاجه مناعه كويسه جدا، لان احنا بالنسبه لنا تداعيات المرض او مضاعفات اي مرض او اي تعب يجي لنا، ممكن عند اصحاب الامراض المزمنه بيبقى زايد شويه او مضاعفاته بتبقى عاليه شويه. عشان كده احنا محتاجين نركز على فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3، من اهم الحاجات بالنسبه لنا الموجوده في الكولوسيز. عشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي هي اجتماع الثلاث مكونات دول مع بعض في كبسوله واحده هي اللي خلت ان حاجه زي الكولوسيز من اهم الحاجات، ان احنا لازم تبقى ستاند باي في حياتنا، لازم تبقى رقم واحد واثنين وثلاثه في حياتنا، عشان خاطر فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 مهمين جدا جدا للمناعة عندنا، والحاجات تانية كتير ممكن هنقولها مع سيادتك في فقرة زي كده وفقرات تانية كمان. طيب عايزين نتكلم على الأوميجا 3 واللي موجودة في كولوسيز. أول حاجة، إيه الفرق بينها وبين المستورد؟ تمام. احنا مبدئيا كده عايزين نقول الأوميجا 3 اللي موجودة في الكولوسيز هي عبارة عن CLO، زيت كبد حوت. أيوة. زيت كبد الحوت ده حضرتك عبارة عن مستخرج من مصدر نيوزيلندي، لأن ده منطقة هي مختصة بالمادة الخام اللي هي زيت كبد الحوت. طيب هل المادة الخام دي بالنسبة لنا مصر بس اللي بتجيب منها؟ لا، ده العالم كله بيجيب من نفس المكان، لأن مفيش مكان تاني، هو بيجيب مصدر نيوزيلندي. طيب النقطة اللي احنا عايزين نأكد عليها إن الكولوسيز هو في مصر اسمه كولوسيز أو CLO اللي هو كود ليفر أويل. هل بره بيبقى نفس الاسم؟ باسم تاني بس نفس المادة الفعالة، هي نفسها. ولكن أنا كعايش في مصر أو مقيم في مصر أو أنا مصري بالطبع، فأنا أحب أن يكون تحت رقابة زي إشراف وزارة الصحة ورقابة دوائية. يبقى أنا محتاج أن حاجة يبقى أنا متأكد منها أن المادة الفعالة اللي جاية دي مطابقة للمواصفات بتاعتها، فيها الكميات بتاعت فيتامين ألف ودال والأوميجا 3 مظبوط. لأن في فرق يا جماعة بين زيت سمك وبين زيت كبد حوت. زيت السمك ده أوميجا 3 فقط لا غير، أما زيت كبد الحوت فيتامين ألف ودال والأوميجا 3، التلاتة دول مجوش مع بعض اعتباطا ابدا، التلاتة دول بيكملوا بعض. عشان كده انا بقول ان الاوميجا 3 لوحدها لا تختلف تماما اختلاف عن الاوميجا 3 مع فيتامين د مع فيتامين الف. بلس ان اوريدي ان حاجه زي الكولوسيز هي اوريدي موجود بقاله 15 سنه وبتباع اوريدي في الصيدليات. وانا كطبيب بالنسبه لي انا اامن حاجه اللي بتباع في الصيدليه، لان اوريدي بيبقى متخزن صح، تسعيره ثابته، اوريدي كمان ان هو تحت اشراف الرقابه الدوائيه. فدي حاجات مهمة جدا جدا، زائد ان احنا بنحاول ان احنا نعالج حاجات وعيوب موجودة في الكبسولة الكبيرة الصفراء اللي كلنا عارفينها، اللي ممكن واحنا بنبلعها تضطر ان هي تسبب لنا مشاكل في البلع. لا، الكبسولة دي جيلاتينية رخوة، وكمان الكبسولة سوفت طرية جدا بحيث انها تبقى سهلة البلع. فدي حاجات اوريدي صلحنا في عيوب كتيرة تم اصلاحها في الكبسولة بتاعت زمان، وفي نفس الوقت انا بتكلم على زيت كبد حوت من مصدر واحد. طيب الزيت كبد الحوت ولا الأوميجا 3 عموما بتفيد جهاز المناعة إزاي؟ طيب مهمة جدا جدا الأوميجا 3 لجهاز المناعة، لأن هي المسؤولة مسؤولية كاملة على إنتاج كرات دم البيضاء. عشان كده أنا حابب أن أنا بقول للمشاهد، أنت ممكن تكون بتتفرج عليا ممكن يكون شخص طبيعي مش ذوي الأمراض المزمنة، وممكن يكون شخص ذوي الأمراض المزمنة، مريض ضغط، مريض سكر، أو مريض قلب.
الاثنين انا محتاجهم ان هم يركزوا معايا في الكلام اللي انا بقوله. بغض النظر احنا عندنا في حاجات الامراض المزمنه دي بتبقى جايه لا اما بتكون ساعات مين لي اكتر منها بتكون نتيجه اسلوب حياتنا السيء او بتكون نتيجه طبيعه جسمنا، ممكن يكون عندنا سمنه مفرطه زياده، وزن زياده، ممكن يكون عندنا دهون عاليه في جسمنا فبالتالي بيترتب عليها ان يجي لنا ضغط او يجي لنا سكر على سن معين. طيب او ممكن يكون وراثي، الوالد او الوالده عندهم سكر فبالتالي ممكن يبقى انا على سن معين يجي لي السكر. طيب يبقى انا ليه بقول المقدمه دي؟ بقول لان الاوميجا 3 مهمه للاثنين، مهمه للشخص الطبيعي والشخص ذوي الامراض المزمنه، لان انا كشخص طبيعي انا عايز احمي نفسي عن طريق ان انا ااخر الموضوع ده. طب ازاي؟ يعني مرض زي مرض الضغط ازاي الاوميجا 3 هتساهم في حاجه زي كده؟ انا لما باجي اقول حاجه زي كده بحب دايما كلمه ابحاث، يعني ايه؟ هل في بحث اتعمل عشان يأيد الكلام اللي هقوله؟ البحث ده تخيلي مدته قد ايه؟ البحث ده اتعمل على 90 تجربه، 90 تجربه دي اتعملت من 1966 لحد 2001. يعني الفتره الزمنيه دي كلها بيتعمل فيها بحث على 90 حاله. ال 90 حاله دول بداوا يديهم الاوميجا 3 بالكميات اللي عايزها جسمنا اللي هي موجوده الجرعه الثابته في الكولوسيس. لما ادوا الناس دي الفتره دي لقوا ان اول حاجه نسبه الدهون عندهم ما كانتش عاليه، فبالتالي قللنا حدوث بنسبه كبيره جدا موضوع الضغط، ارتفاع ضغط الدم. كمان اللي كان عندهم نيه ان يرتفع ضغط الدم عندهم لقوا ان بتناسب بتساهم مساهمه قويه جدا ان الاوميجا 3 بدات بتقلل ضغط الدم. هل ده معناه ان انا استغنى عن علاج الضغط بتاعي لو كنت انا مريض مزمن؟ لا، انا ما بقولش كده، انا بقول انها بتساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم عندك ثابت. يعني فرض ما انا تعرضت لموقف ان انا اتنرفزت فيه او موقف فيه حاجه بفكر فيها او الكلام ده كله، من الطبيعي ان الضغط بيرتفع بس بيرتفع لحد معين ما يزيدش عنه، لكن في ذوي الامراض المزمنه اذا مريض الضغط ممكن يرتفع ويعدي الحد المعين بتاعه. الاوميجا 3 تفرق في النقطه دي مع العلاج بتاعك، انها بتحافظ على الضغط حتى لو اندر ستريس، حتى لو تحت ضغط معين. لما نيجي نقول الاوميجا 3 هل هي مهمه للمريض زي مريض السكر؟ الاوميجا 3 بتحافظ على تخفيض مستويات السكر عندك في الدم في حاله ان هي لو عاليه. برضو احنا بنقول ان الاوميجا 3 في الكولوسيز مهمه جدا جدا عن طريق الدهون الضاره اللي بيكونها مريض زي مريض السكر. مريض السكر عنده شراهه في زياده نسبه الدهون الثلاثيه عندك في الدم والكوليسترول، فبالتالي كل الحاجات دي بتسبب ان ممكن يكون مريض انا عندي سكر بس لكن ما عنديش ضغط، لكن ايه اللي بيحصل؟ ما فيش سنه سنتين وفاجئ ان انا بقى عندي ضغط. ليه؟ لانك ما اخدتش في الحسبان عندك ان في دهون بتزيد عندك، فبالتالي بتعمل انسداد في شرايين القلب، فبالتالي بتزود ضغط الدم، كل الكلام ده. لكن انا من الاول حتى لو ما عنديش سكر او حتى لو عرفت ان انا عندي سكر، اوتوماتيك على طول انا ببدا اخد الكولوسيس بتاعي بجانب العلاج بتاعي عشان اامن نقطه ان انا ما يحصليش مضاعفات او احتفظ حتى على الاقل بالمستوى ثابت بتاعي ما يزيدش عن كده. طب يا دكتور الجرعه اليوميه بقى، طيب للشخص اللي هو مش عيان عادي، احنا دلوقتي بنتكلم في الوقايه وهنتكلم في الوقايه وهنتكلم في ده وده. يعني انا شوف ببدا من سن سنه، من سن سنه لسن 7 سنين انا بقول كبسوله واحده في اليوم. من سن سنه طبعا الطفل عمره ما هنقول عنده ضغط او عنده قلب او عنده، لا هنقول من سن سنه ده عشان احميه بعد كده. يعني احميه لفتره طويله. انا شفت بقول لك بحث قعد قد ايه؟ قعد حوالي حاجه و30 سنه. ده بحث بس عشان يعملوه على الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيس. يبقى اذا انا بتكلم على المدى البعيد، انا بامن نفسي من اول طفلي من دلوقتي على المدى البعيد كبسوله واحده في اليوم على اي حاجه بيحبها بفضها له لانها كبسوله جيلاتينيه رخوه. طيب فوق سن 7 سنين باخد كبسولتين، عرفت ابلعهم لان هم صغننين كويس جدا مفيش مشكله. طب ما عرفتش ابلعهم برضه بفضيهم لحد. طيب بالنسبه للمرض المزمن عنده ضغط سكر كلى قلب الكلام ده كله، لا بقول له خد كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل، لانك اكتر واحد محتاج للكولوسيز بما يحتوي عن فيتامين ا و د واوميجا 3. احنا اتكلمنا مع سيادتك النهارده على الاوميجا 3، لكن فيتامين ا وفيتامين د ممكن يكون اتكلمنا عليهم في حلقات قبل كده وهنتكلم عليهم بعد كده، لان ليهم فوائد رهيبه جدا برضه للامراض المزمنه وللشخص العادي. ولكن دلوقتي حضرتك اتكلمت على الانسان الطبيعي. مظبوط. لكن لو حد بقى مريض سواء الامراض المزمنه او مريض يعني مثلا زي برد او كورونا او كده، ياخد الجرعات تبقى ازاي؟ الجرعات بتبقى زي ما هي، انا ما بزودش في الجرعات لان ده الاحتياج اليومي اللي بيحتاجه جسمي. تمام. ولكن انا بقول ان حتى لو انا تعبان باخده، لانه اوريدي وانا تعبان
انا عندي في مشكله ان انا طاقتي وحيويتي ونشاطي بقوا ضعاف، عندي ارهاق، فتره نقاهه من تعب من مرض ما، كل الكلام ده كله انا محتاج الاوميجا 3 لان هي بتديني الطاقه والحيويه والنشاط بتاعي اربع اضعاف اللي هيدهوني الاكل اللي انا هاكله. هل ده معناه انا بستغنى عن الاكل؟ لا، انا ما بقولش كده، انا بقول انا بساعد. دايما الكروسيز هو عامل زي المساعد ليا او اللي بيسندني في حياتي، انا بقوم بحياتي عادي جدا، بس هو بيأمنني الحاجات اللي انا قصرت فيها، هو اوريدي بيأمن النقطه دي بما يحتوي من فيتامين الف ودال واوميجا 3. حضرتك كنت بتقول دلوقتي انه البحث قعد حاجه و30 سنه. مزبوط. يعني هم بداوا من الطفل من ساعه ما كان عنده سنه ياخد اوميجا 3 لحد ما بقى راجل عنده حاجه و30 سنه. مزبوط. لقوا انه الاطفال دول اقل عرضه، يعني عرضه، بل ان هم جابوا الناس المتوقعين ان هي تبقى عندهم ضغط دم نتيجه ان الاباء والامهات عندهم ضغط الدم عالي. ايوه. فاوريدي بداوا من الناس المعرضه اكتر لموضوع ضغط الدم المرتفع. فبداوا لقوا ان المجموعه اللي خدت الاوميجا 3 لقت ان هي بقى تنظيم مستويات ضغط الدم عندها بقى ممتاز جدا، العرضه اكتر، غير المجموعه الثانيه لا اتعرضت طبعا لضغط دم مرتفع والكلام ده. هو ده اسمه البحث اللي بياخد وقت عشان اقدر اخد منه نتائج. بالظبط. مظبوط فعلا. صح. احنا عايزين طبعا ننزل صفحه الفيسبوك والسوشيال ميديا لكولوسيز، ونقول انه طبعا فريق العمل بيتواصل مع اي حد بيبعت اسئلته على الصفحه. هي دي؟ مظبوط. بحيث ان لو في حاجه احنا ما قدرناش نرد عليها ممكن فريق عمل يقدر يرد عليها. اي سؤال يتواصلوا مع الصفحه، المشاهدين هيردوا على اي استفسار واي تفاصيل. طيب دكتور، احنا برضو دلوقتي في فترة تغيرات الفصول. مظبوط. بتعمل شوية يعني ايه اكتئاب، خنقة، زهق عند بعض الناس. هل كروسيز او اوميجا 3 ممكن يساعدوا في المرحلة دي؟ طيب احنا مبدئيا كده احنا هنتكلم برضو على نوعين من الاشخاص، شخص الامراض المزمنة والشخص العادي. الاثنين بيعانوا فعلا من فترات الاكتئاب، وبتزيد اكتر في الامراض المزمنه وفوق سن الخمسين سنه بالذات، بتزيد موضوع ان هو القلق او الاكتئاب او الخوف الغير مبرر. النقطه زي دي عشان كده احنا بنقول ان بنعلي الجرعه للكولوسيز الامراض المزمنه. ليه؟ لان الاوميجا 3 موجوده في الكولوسيز، هي بتساعد ان هي ليها دور كبير جدا في تكوين خلايا المخ. فاوريدي لما بيكون حاجه مخنا متكون منها خلايا اوميجا 3 يبقى هي بتساعد مساعده غير اعتياديه ان هي بتبدا تعلي موضوع الاكتئاب، او الحاجات دي بتبدا تمنع موضوع الاكتئاب، الاضطرابات، القلق، ان انا ببدا اخاف من حاجه معينه، وبالذات الامراض طبعا الموجات اللي احنا عندنا فيها بالنسبه للكوفيد 19 او الكورونا فيروس، كتير ناس بتيجي جايه مفزوعه، هو انا ممكن يكون عندي كورونا يا دكتور؟ هو انا ممكن كذا؟ النقطه دي بالذات انا محتاج ان المريض دايما او الشخص الطبيعي بيبقى دايما واثق من نفسه، بيبقى نفسيا بيبقى مرتاح، لان حاجه زي كل ده بيساهم على ان احنا بنعدي اي فترات عصيبه او اي ستريس او اي ضغط علينا في حياتنا. فعشان كده عن طريق الابحاث ثبتت ان برضو ان الاوميجا 3 ليها دور فعال جدا في نقطه ان انا ببدا يبقى القلق عندي قليل، الاكتئاب بيبقى قليل، الخوف الغير مبرر يبقى قليل. عشان كده بنلاحظ ان دلوقتي ان دكاتره يمكن النفسيه بقوا النقطه دي مهمه جدا جدا، ان الكولوسيز يبقى مهم جدا في روشتتهم، بجانب لو في علاج تاني طبعا محتاج ان يتعالج بيه، لكن احنا بنتكلم على الوقايه. الوقايه دايما عن طريق خيره من العلاج عن طريق الكولوسيز في النقطه دي هيبقى كويس جدا. وبرضو الجرعه اليوميه تبقى للكبار اتنين في اليوم، كبسولتين في اليوم كويسين جدا جدا. هو لو كان في مرض مزمن عندنا زي ما قلنا بياخد ثلاث كبسولات في اليوم، كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل. وطبعا الدواء موجود في كل الصيدليات، يعني الفيتامين كولوسيز موجود في كل الصيدليات، وده من امن الحاجه زي ما اتفقنا ان احنا من ضمن الحاجات الامان ان هو موجود في الصيدليات، بحيث ان هو يبقى تخزين مظبوط والتسعيره بتاعته برضه مظبوط ثابته ما بتتغيرش. بشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهايه حلقتنا، واشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.